يختص بال يعني بالعشرية السوداء، ويزمال الحال يخدم الحوايج يعني فغن في القانون اي غارث الدرن الجهه نسلوي تمورث وكذا سقسي ان بغا نفهم الساكين وتفهم كونوي وقاب اغدي تبعا ثم زواروث اضرح باقس محمد اكدينا. السلام عليكم محمد زول فلاك. السلام عليكم زول فلاون زول ضم قرن حميني وكيعدي توالين محمد ساكن يعني نغرى الخبار باللي سلوي تمورث يخدم عثمان طرطق وكيستان جينيرال اللي قال يقرب مليح الجنرال توفيق انت يعني ذي مدبار مقران للدي ار اس رانثيد باش هذه وغال كونسيي يعني اين يعني الامور لا سيكوريتي ذي لا بريزيدونس نزار نكون اذا شو قدران وقفلت فرانت مني امخ يعني مس سعداني قرون اللي فلان الا اتاكي مس توفيق يعني الجنرال توفيق الا اتاكي للدي ار اس ومن بعد سفغن يعني طرطقاكي سفغن باش يروح على روتردات التصيد يعني دي خثفن دي الامور كي ناند باللي طرطاق يعني سي البرادر ولا ندي برادر و نسميس نتوفيق ولكن اي غريض يغال ثورا على بريزيدونس اي غريض سوفغنا لا روتريت ومن بعد رانثيد كوم كونسيي على بريزيدونس اي نعنى الامور كي لا سيكوريتي يعني ذا شو القرايه ينك ذي الامر كي محمد بريميرمون الى قا نزر باللي لي شونجمون كي قدران ماشي حاجه شونجمون كي نطرطق ثين كورا كي ظرنت لي شونجمون دي رئاسه الجمهوريه يعني على لا بريزيدونس دي المراديه يا اي دو شونجمون لي كونسيي يعني المستشارين كي ذي الامور القانون جوريديك يوم مطون ذي الامور العسكر اي او ميم طون مدبر مقران الجنرال ماجور لا ريجون ميليتير تا زوالا لا بروميير ريجون ميليتير تو فدن لا سانكيام ريجون ميليتير تو فدن دونك التصدي في كان تحاليل انك بالك يعني تمثلت تغليس لا سيكوريتي نطمنات الجزائري تيدي قرفن تونس لا ليبيس الجهه تاع المالي شو ضرنو كلي سي بور بيان فورسي سميث ثاغيل ليست في حساب المتطلبات شدي تسنى رزدات ثورة ثوسان ثاقين طرطاق ثورة نكوني امكي دنيا ذك مزوارو طرطاق يقلان دي ثاغيل ليست داخل تمورث لا سيكوريتي انترن يفغو الروطريت يغلد تصيق فغاني فغ لو جينيرال حسن فغن تصل لي جينيرال ولكن الحاجة راد نفكن وقد يمومين تسقسي مزوار وما نخدم الجلسة سمثيقين ثيغي ممثيقي هدرنا لنا ثيغي مثي نخدم يعني أن الأمر اللي شونج ما كيك مزوار ونسقصد كمثلنا فيصل مطاوي إني كيل فو باسو سيطوني سميث سوق في الدلاكي ولا الجيري إني كسما لي جون صور لي جون لي زوطر روفيان سما وقد يقروح إني هنا دي فوا راديو غالين دونك الى قا نفهم كاس كي سباسر داخل كاريمون ثورا زمرك ديني ام كي ثوالا مداغ يفغ ويحيا يورا دينيك باللي ازافو كيث تفيث لا مافيا بوليتيكو فينونسيير يهضر داثنا شو يضرهم بعد يسوسم يعدى الوقت الرانتيد ومن بعد يفغ بالخادم دي ديس دي تنفرين نبوت في لقاي بوتي دي كون بروبر كونسيير غورس ومن بعد داغنا ثاني يفغ ومن بعد الفو باسيطوني لو كانوا بعد دي فاغو دو يحيا وقاد يوغانا وقي فاغنا وقي يوغالد اون كومبرون با سكي سباس اكزاكتومون كيني ثم غنينا قد فكا ثورا مالا تسوى هذا خطا لوجيكمون مد المراوانين يفون با كومبرون ضرم كيون يفاغ الله روطريت يروح هذي يستعفون بعد السولض اون الجيري لا امومي يقارن ام ماكرو بوفوار تسمى البوفوار نازا فوم قران لو ماكرو بوفوار كي ساعات دي ميكرو بوفوار يعني لي بوفوار ذي مشتهر داخل البوفوار دونك كل يوم يسعى ثرفاتيس كل يوم يسعى الكلوينس اف حسب المظهر ولكن لو ماكرو بوفوار كي انت سي لوي كي بينيفيسي دي زانتيري تمورث فهم الى الكاطو ضم قران الكاطو ني وستكنا الشعبنا اتفكن لي بارتي كي فان داون الخريطه مورث سما وكي الى ريزيرفي بور نهني سعن الفرق كارسن المشاكل اللي نار داخل ولكن مرا داس المصالح تنفهم من دي المصالح
سما خدمنا لنا المشاكل كارثه. سي بور سا كنايا دي ميكرو بوفوار دون زان ماكرو بوفوار، يعني ايزو فاي مشطاح دي بتي بوفوار راه داخل لو كرون بوفوار. ولكن سما نكيني نكيني سيت ان جينيرال ماجور ساغ الكروبينو ساغ سما ام دوكالي وساع سميت. الا خشيني مثل هذاك زافو اي تخدم الحساب باش نكينيو خدم غير المشاكل. دونك اي دفك ضم كان نغاي دفك ثمناط ندير الرغ الرغ فوسيو. سي بور سا لو ماكرو بوفوار كي اكسكلي لو بوبل الجيريان اي او ميم طون ايل اكسكلي تو لي بارتي كي فون لو بيان سميث يكبرنو كي بغانا الخير تمور بغانا دفن الحل السياسي اللي زيكسكلي سما لي بارتي كي سكي سباس ريالمون اي سون تيكسكلي سما شغل ما ودخل ماري منوان للشعب سي لا ميم شوز اشو ضرنا لداخل تورا ماك ديني ليكلون سي نورمال ديني ليكلون لداخل ولكن كنت سافيان اداس المصالح لي زانتيري تمسافا عند المصالح سما كتيني سند البوينو سند القدراتينو تو بي با ميكسكلير كاريمون سا بروف بلي دفا روطرا تا دوغالا واش معناتها هذا كيست ان بوان دانتيروغاسيون اي او ميم طون لو دوزيام بوان لو دوزيام بوان سي لي داغن اين يعني فرنسا كي اديوسان نغ لو جينيرال اكي العسكر اديوسان بيير بيير دو فيلي دير سفنر ثمورث بوين ديك راه الشغالات سي نورمال داو الشغالات هذ مسلينا في ليبي هذ مسلينا في المالي هذ مسلينا ما كانتش من ثمورت الجزائر يعني عندنا يعني ثمسال تاكي تغلي لا سيكوريتي اوتوماتيكمون يا كلك شوز كي سبريبار بزاف فاهم او ميم طون طرطاكي سعد داغ الكلوينس يلصق مليح سعيد بوتفليقه ولكن محمد دا سقسي كان يغاك دينيغ طولاد من قبل تفرانت اني طاسي غميسل لي جورنو تمورت لان هضرن في الخلاف قلان غير الرئاسه وكذا للدي ار اس لان وي غادي يدي هضرن نندم باللي يزمر الحل من بعد ثفرانت يعني اسمي لو جينيرال توفيق يزمر يعني السوفغن على روتريت الامر كيم ويضرارا ولكن سوفغن الطاس ذيك سن يعني طرطاق سوفغن تن على روتريت وي كذا كي سوفغن الناند الوقت اني باللي يعني لان سي لي براد لي براد دروان توفيق ويعني لان لان السوفغن لي جينيرو يكي بور لا فيبلير الوقت اني لان هضرنا ولكن نتوالي باللي طرطاق يغال على الرئاسه يعني الطاس وفهمنا راه ذا شيء ضرون ام كي دنا ذي ثمورتنا اي كاريمون تفهم دورا مي اش تفهم الا كنفهم باللي ام كي دنا غير لان بوفوار مقر لو بوفوار كي يسعى لي ليني الناس المصالح سما ولا قرات تخلط ذي المصالح ني مي الداخل اللي ندي ميكرو بوفوار وي تعساوا خاطر سي طريق اللي الدومين سي سي طريق لوجيك غير اسن الداخل الجروب كي دي عاس الجروب كي فاهم سي بور سا ناك سانتيريس با الشعب سانتيريس با مام بارتي كي فول لو بيان ثمورث سي طري نورمال الحوايج كي تاكي لا بوليتيك ثمورث سي بور سا كومبرون با ما ثولا ديوني روح الله روط راه تيو غالد يعني يسعى القوين يسعى للبوفوار ينس يسعى ركاز ينس الداخل يعطيك صحة محمد دادو على غورك نسعى كين ام زوارو سي محمد الحسن كيلال السلام عليكم مازول فلاك وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عسلام بينك يا سي محمد الحسن اكيد نشكر الطاس ما يدكش ماذا كيدنا نبغى كان ثمو غليني كاين يعني الامر كاين تعيين لنطرطاق ذي يعني كمستشار امني ذي الرئاسه. بون وش نعرف انت عارف بلي الا وين قال المستشار الامني سي محمد التواتي. نعم. سي محمد التواتي لا غاكاز العسكر ودار كازي لا الدبك الوطني ودويني كلان زمراك دنيا وفي بينيور زوفيسي اكس عن تفكير اكس عن فكر يعني ماشي من يظلم مستوى سن يعني زمراك دنيا وانا كما انتواتي مفكر مفكر مقر باش الايديولوجيا تاع كلاش فرانكوفيليا الوغ باش انفاد من بلاد تقني تقني مقطر بالامن العسكري واذا خدم اسماعيل مليح اسماعيل العمري وش ايش قوسني في اللي تسمين ايش قوسني ايش قوارن في بلاد اراد ايش عرف ايش قطع مليح مليح البشر من بعد ايش قوسني كين قوار على المصير بلينا لكن شطوع الخلاف درسنا بالجنرال مدين
كيف ماشي كيف لكن تريد رئاسة الجمهورية رانتي يعني اسي محمد الحسن كيلان اسك ذا التوفيقي كسن طرطق مي يعني ميث سوفغنا لا روتري رام التعيين تاكل تشوكسيونا كيو المسؤول الادنى اللي اقترح واقتراح كان ماشي تشوكسيونا هذيك رئيس الجمهوريه القائد على القوات المسلحه اللي تكسب نعم التوفيقي زعما بيني وليش زعما غابي لو كذا لان كاين شي الخلاف في هذا الاسم لان كاين ديال بلي المشاكل اللي كبران في التسعينات خاطر من الزروا الفني في دفاع الحكم خاطر في ذاك قبل يروح باش سبتمبر في الامريكان في التهاب باش تساعد لي زوفيشي ذاك الموقع المحكمه الدوليه دونك اذا لك قريب لا لكن توتهم لك شويه باش نوخر الدور سفاف يعني وخر مده 6 شهور الى كيف تجي بوتفليقه رئاسه اش فيني البان بوتفليقه اللي كيف بوتفليقه كشفه في المغرب باش تكش جبار يعني كون كونترا بارتي سيجي جبار سيجي باش تكش تاك سيجي وخر يعني بلا مركز الامن وشكون قرار شغل روتريات انا غير توكس تجي مركز الامن ما شفاش وعلاش دامج الامن والتخصص اللي قال في البشر وين قال يعني شفتوا قد الضربة بالباقي الارهاب يسلك دواخل المفاصل المنظمات وين قال السكري شنو مليح اسماعيل يخدم كونتر اسبيرونس دونك يخدم ابازي ما قراني شنو مليح باش تلفون فهو المكتوب كش محمد تواتي كمستشار أمني باش يلي جيتين باش رئيس الجمهورية قد يختلف رئيس الجمهورية مستشار أمني يعني بالجيل خاطر فيها كم بشر ترفع كم جبار خاصة يعني كذا كل ماشي الجيل القرآن الجمهار الجيل سلف يعني ما بين الرباط ما بعد الاستقلال بعد الانديبوندونس دونك اماكن نوع من التشبيب ثانيين ذاب التخصص لا سبيسياليتي خاطر سيلو فريق دو سيلو فريق مقارن وعارني ديزين اما في الحدود ديال تونس اما في الحدود الليبيه اما في الحدود ديال المغرب تنظيماتيك لان ديال الجنوب بالمختار كما مرفع نيمار الى قبل شي مدن بلي المصالح انا دائما ساعات الوسائل ما كنتش نفلتري ما كنتش اخترقت ما كنتش ساعات العلاقات داخل التنظيمات اللي توفر دونك يوم الباشين يجمع بي ساوا فوشم قران بيني دوران باش شرحن الدبلوماسيين ومن شرحن ولكن سي محمد الحسن كيلال يعني اسقسي رد ياسن اسك تهضرت كتيني باللي لا الخلاف غير توفيق وكذا طرطاق اسك نزمر دنيني كني باللي لا الخلاف غير الرئاسة ذا الدي ار اس شوف بالمستوى تلقي المسؤولية سيرتو عندها يعني مسؤوليات يعني تلوفا استراتيجيك غاس بين الخلافات وتشوفهم لا لما خاطر انت المصلحة تموت تقول بلي كتصير تهديدات سيفرا زمان نلعب شنك في الخلافات في الجنوب حتى في امريكان في فرنسا سيا كتم بزاف باش نقوشين باش نقري مانوا قال لي زوق ليبيا وهم دونك رئاسة الجمهورية في حوايج باش تكمل بشير يسلم شارع يلعب في الماس واستثناء بلي البشر هاكي في لوكسمبور نعم انا شاهم الشاب كان العلاقات كبار وكش داخل انا شاهم يختار قطر شنو التنظيمات السريه كبار ولكن سي محمد الحسن كيلاك شنو تهضرت في الضغوطات يعني انت مورا من برا في فرنسا ناخذ الامريكان نولى باللي لو شيف ديتا ماجور ان فرنسا يسد الجزائر ويروح رسمي صار 18 بالسكره 18 دقيقه سوفوغ لي بارا اسك تواليض باللي فرنسا تقدش باش تحصل للجزائر دي يعني دي ثمغليه كين ليبيا فرنسا تنخدم النجم مجهوديش باش تسجل الجزائر باش تشغل الجزائر أتخدم تسنع بالوكالة من الانكشاع المالكي بلي القياديين داخل المؤسسة الجيش الوطني الشعبي وقبل بون غادخل من في المصالح السرية في الجوسات الاسوين من باش نشم اللي تلقى فينا لقى فينا خط احمر وتقبلها هي ونقول باتيك لانجليزي الوطني الشعبي من بوتفليقه وتقبلها
ولكن سي محمد الحسن كلا وكان اكيد اكيد سقسي طوال ذي فرانت ني فرنسا ناند نكوني انا قبل يعني الاسم ديا كين مس بوتفليقه الامريكان ذا ناند نكوني انا قبل اسكت تواليض باللي فرنسا تزمر تستخدم لي كارتاكي شو فرنسا ثورة يعني كتشيني أسي محمد الحسن كي لا تسنظم مليح أن نرتسرسيد ذي ثمورت الناغ سعيد يعني التجربة يعني أسكث تواليض باللي المصالح اللي قروبا كي قلان ذي رئاسة وعف سنرا في لا سيكوريتي ثمورت الناغ شوف ولاش من الديني الأسوة يعني تسنفن دا قريحي فلن يحوش فاق الانتخابات الرئاسية زاقين أما كان حسن بلي إبغان الفيزيك نشوي طوحي منسن إذا نجلس داخل قرية الجمهورية خاطر ماشي لأن المصالح عمك المافيا وكلام لي لما أنا إلا الخط إلا 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 الخط أحمى أزقوا المصالح لات خمسة سورة ما تتعلم مليح لات خمسة ليكلي لا ديفونس خمسة ليكلي هاديك نكون راكليت في سير الضابط إذا نجيوش محلالة ولا ملهم ولا ما تلقينا المسخ الوطنية غاسي للا كوريبسو إلا كل شيء مثل للا ليميت ثلاث أمريك مزان الحكومة كتب شد أكلين طالعي وشانا جيدو خبارات وما العاصي نخل من نسل اهتمام بالحكومة بشد قد وقل شيء منسوب بلي خطر ظان وسعينا الشرعية سلتي خبتي قاعد دارسك الغالد وقل منسوب بلي كثير المليح بشد عاصم أفضل من تمر. أسي محمد الحسن كلا نكني بعض دوك ذا وواليك ولكن يسد أسقسي بغا كثير أكدين يعني أي غار الجزائر تفتح يعني المجال الجوي ينس لو كانت تسعى يعني تحافظ في السيادة ينس وتفتح المجال الجوي لي زافيون لفرنسا باش هذو ثن ديال مالي. ساكين غنطريق غاليني ندير اللي قال لك اني سعيد بوتفليقة قال لي يقطعك السجن خاطر يمير الى الرئيس الى كل حالة ودير الجريواش وخبار باش يقفر غلطة فيه لكن يسرحني لفرنسا باش استعمل المجال الجوي واسمح لي فرنسا باش تدخل كمالي ومن بعد شمس اين قفران في الهج مفتوح اي مكويس فطاني يقلب وتفليقا ودي ولا المحسوب كل وعيس من بعد يستدرك يلا كل شكل إلا ثم المين فني المالي يتوكس بفرنسا يقال في مصر حندك لنا المجال الجوي يقال كل شكل إلا من مالكا شكثم كان خمس نفس القواعد بالجنوب لأنا ما كنصر مع المالكا بلي كنشكل القواعد ببعض أبري ولو ما كانش لبعض المالكا يعني أستواليض باللي ثمورت النغم زالت تسعى القرار نسية داينس واستولد باللي ثمرت ناوث كتمارا سورتو ذا شي ضرون دي الحدود دي نسين يعني ثمنط ليبيا ناغ شوالي قلان ذا غندي تونس في الحدود الجزائر امك زمر ذا دي نظ باللي لان ضمنا ثاقي الدنيا هاي تأكد هنيا بسي كتماني عبدالي في دائر ذا باللي المؤسسة الجيش الوطني الشعبي لانا كي 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 كي
خصنا كشويه مي لاني قال في هذا الشيء 100% باللي كنت تسري حنايا باش نهضروا تسوفا كيف مع فرنسا ولا كيف مع امريكا خاطر لي نيغوسياسيون قلت لي ما دانو بوي غير شي روح شو شغل في كعكه بطراكك ما عطيتش واش عطيت لي قلت لها قلاها من ناحيه التسليحه في قلاها التسليحه روسيا يمكن المواقف البقرة فين قبلهم الشرق الاوسط المواقف البقرة قلاها من دول الممانعه ماشي من دول ايه يقدر يلاقي قبلها كما بسوريا ما قلاها العراق ما قلاها الموقف الاستراتيجي مازال يفك الناس ديالنا سي محمد الحسن كلا بعد وهلا غير الشغل نداخلك تشيني يعني تسنى ضياف ترمض باش هذه لي انفتاح سياسي اي غير يعني ازاب وياكين انت غرد قرض كواليك باللي يدي لين روج ولا قرا يعني اثني عدين ويتحفظ في المصالح تمورث النغين يعني ثمورن برا ولكن نتولين يعني الشغل نداخل اي غير يقاد يفتح باش يعني هذه لي توافق يوك ويقاد يقدشن دي السرسيت هذيك شمن هذ فكنت مغلي نسال بون فهم جوز غلطه فهم جوز غلطه راه غادي ندير تفرق 2005 اسمع الشغل دستوريك لا قبل الغوي لا قبل 2005 لا معنى بالنسبه للمؤسسه الامنيه نغ مؤسسه الجيش لازم ودسوا الدوار على القوة السياسية فورس بوليتيك الجزائر سعى الأهلية باش تصف الحكم الجزائر ولاش أثرى ودسوا كسروا بلا فهم دينا حتى كتأكد ربي مازال ودسوا الدوار قوة سياسية الجزائر باش تصف البوفوار يجيبها تتحلل الوطني يقول غير نبطل يقاصم أنا ما بارتي من عجل مازال ودسوا الدوار مازال مش عواز دونك المسؤولين المقارن بالمؤسسة أصلا أحسن هما يكون إذن قوة سياسية كامل فيس بون الغلطة تيري غران ذيك التمزيرة بون الغلطة من تدخل أجنبي الانترفونسين الفرنسيين الأمريكان يخدمنا كل عيني غران 86 كان روحي غران 80 كاع بالموت بوم دين كاع مي أصلا مازال كنا نغاز الفيض بالوقت يقول لنا أماكن الغانا الأخرى لا فلان لا فلان سوق من قبلي مدى في الدنيا كيف كان تدخل كنا بعض جديد كيف تكن تتشوق مش هاد رغضي ونسنية ناس جيل العابدين بن علي وقبل ذلك الحزب الدستوري التونسي بذلك في كل شيء شو ساعي في الدنيا في قولا الشمد لفرص لدرات ولكوش شو ساعي في غالة الجمهور الدستوري لا اش ما تجيش تقسم لا فلان ودير مع القوى النووية صافي اول كي تقيس بن زوغيش خاطر لابارتي كيلا راندي لا لابارتي كيلا قتل دخل قسم عبد الحكم الحمود يزرع حمار بيه الوغ يتروخ قبل سي عبد الحكم الحمود المصالح خدمت لابارتي كيلا لما عندو بويضا راك القوى النووية باش يرون بلاصي شمس جبهة التحرير الوطني الفلوس هو التواجد كل الولايات الفلوس إذا الشعب كي بلي لا بارتي لي سيرفيس لي زانديكاتور يخدم الحملات الانتخابية دونك جبهة التحرير فرز وصحيح وسمو ثما كان قوى منكسرة اش مش لا عندي وبغار باش يتفرق التراب الوطني اللي يجي من أكثر الشعب الجزائري خاطر عطاتني الشعب وش يتقاضى القوى النغلين اما القوى الاسلاميه قال شكيت بالحكمه كان بحالنا شنا رجب النهضه ما وقفش شمال البرلمان شنا القوى الوحيده قال زعما بلي كتقطع الشعب ساعه الشعب ديال الجبال الاسلاميه قال الجبال الاسلاميه قال كشمس القانون الو العالم الخارجي الغرب وقبل لنا باش هذه الحزب السياسي الاسلامي اللي يحكم تما في المنطقه بالموقع الجيوسياسي الموقع الجغرافي الباقيين دونك قبل لا الجبهه الاسلاميه ينقاو ناقص اي تيار اسلامي باش يحكم الى التيار الوطني التيار الوطني يتشوف اللق لا في اللق اما تشوف فرق التيارات الاسلاميه كيليك تيقول لك تيقشر هنا تيقول شي طوح حماس شي طوح الاصلاح شي طوح النهضه ساعد دوك واش قال من النظام تشوف لك الحق نسن دونك الشعب وزمان ابطال الشعب خاطر لو لا يعطي الشعب ولك شعر الثقة لك ولك شعر الكونفلونس الأغلبية الصامتة الأغلبية الصامتة ولك جبلها تعالي صح
يعطيك الصحة سي محمد الحسن كيلال ذا قداش ذي ساسيد سي الجزائر كيتشكر غطاس في مغلينك الدوغال غار ريماثنا محمد الاستوديو محمد سليم ذي الاستاذ الحسن كيلال انت غيكس عن تجربة قنير يعني عن تسرسيد ذي مورثنا إنا يقد باللي لا نوميناسيون يقين ان بشير طرطاق ذي يعني ذي لا بريزيدونس ماشي ذي الحاجة يقلان ذي الخلاف غير الدي ار اس ناخذ ذا لا بريزيدونس ولكن ذوي كذا كي سنن الامور يعني ان الامن وانت يناقد خاص يقصح في توسيس مكي دينا سي محمد الحسن كيلال ولكن لان الخطوط الحمراء وكذا كي ليني نولوجيا كي يعني ايل فون با لي ديباسي اذا شو زعما دار دينا كوا وليد دينا سال حق دوك اذا وليد محمد الحسن كيلال تذكر بس الخير على كل حال يسعد تجربة يسنو كل حوايج كيزاش ظهرون ديت مورتميك دينا سميث الجينيرال هو تيميت كسن سمينا لو سيرفو يخدم الخدمة تسد المرحلة ثيض بوينت طرطاق يكفان الله رو ترانتيد طرطاق تسمينا سلو الدور يعني تسد المهمة تجد تشعر نفهم باللي هي نطر ميسيون دي لحونة رزدات تقد تفهم بارابور اشو يضرون دي ليبيا اشو يضرون دي المالي امكيك دي مثلا واحد الحسنة كيلال بشير طرطاق ذي ونيك سعنو كل معلومات إلا ذي الداخلية زرق شو ضرون ذي ثمورث سي ثمناطة أرث ثمناطة دونك ثليوت المرحلة القادمة أعقلنا كي ماشي ذو أعقلنا بس كي سي دي مو إلا وقصر في اللاس وفاتورة النتيجة كي ولكن صح مرثو غالا المصالح مالغري الخلافة كي أمكي كدينا مرثو غالا لا سيكوريتي تمور ناشو مما دي فالا روطريت السولين الدياس الدياس تمتم فهمت مما لو غن الكرون تنتيري لي زانتيري نس يون لي زانتيري نس يون وريزمين اثني توشي هاد السؤال هذا ما كيش تبوسيض سقسا سي داني عنا غاروكينا ذلي لي فيرتيراك تو سا لان المصالح نسن ولا شنو لا فيس كون نحمل المصلحه الشعب المصلحه بين الخير هذا اللي انت بورت سيت دي تمورت تجي المدن بارتيسيبين ولكن اسك ماشي التحديات يعني لي تشالنجز كاين ايدي تسن بارابور شي ضرون دي الحدود تمورت النار خاصه دي الجهه الليبيه نار الجهه الساحلين يعني المالي دي تونس نار نوالا باللي لا غنشوال انت يناد محمد الحسن كيلال باللي طرطاق كي بشير طرطاق يعني اللي كاين يعني الامن انا تكشم ثم سلتاقي تكشم تسد المرحله طاج دي طاقي الى قصد فن ارغازيس الى قني المرحله كي يعني بشير طرطاق توسن ذي الحوايج ولكن انت ذي الجنرال محمد بارابور رسميس في يعني في لا فيزيتا كين نسميس بيير دو فيلي اللي قال شيف ديتا ماجور هنا يقد باللي رومي انه هني تابع عن المصالح نسن الامريكان تابع عن المصالح نسن ولكن يعني الجزائر ولا شاشه تفك بلا ما ثبت فكيت لا ديجا العلاقه الجزائر مرا تولي الجزائر سعى لعلاقه كد الروس سعى لعلاقه كد الامريكان سعى لعلاقه كد فرنسا اوروبا عامه اما سما مام كديني صح لا بوليتيك الدراسه لداخل سيتي بوليتيك فلوسي وتفهم ضرر شو راه ضرر مي شو زمرك دينا اليامات نا الوقت الجديد دي تقدم رزدات هادي اللي شونجمون ام كانت تولي غير زمر هادي اللي وف الدلاله ديال ان شاء الله هادي هو الخير دي تمورث لي شونجمون لفرا على سيدي وين تمورثنا ما راه يضروا في الدل دي فرا خاطر راس تزير الحالة سيتورا تولد باللي لوروب تجمع يمانيس لوطو تجمع يمانيس باش تدور في لا روسي الماريكان اتدر زعما الروس تروح رغوروس باش هاد المسلاين في لي بلوكاج كيس نخدم نوك اللي في لي سونكسيون كيس نخدمان الماريكان وكتوك تدوير وكد الروس الماريكان هادي يروحو كد لوروب الزيارة راكي هاديك شفاطاس الحوايج هذه يخدم ما طاسو في الدل ومن بعد دينا الجيريات تختار فريديس خاطر طاس الحوايج تورا ما كيدينا مثلا لواحد الحسن كيل لا كدا تورا داز فرنسا داز الامريكان ما داز
أداوي ثورق تخدم بقداش كذا نحواج ثاقي نحواج ثاقي نحواج ثاقي إنك مثلا مهد الحسن كذا لذكرت سورة عند سمي مدبر من العسكراكي للأمن وتسمي حنا لذكرة الحواج مالقري لنا تصن التحديات ولكن الزيارة قلنا سي فرا زمرك ديني نتسالي ديول افدل سما اسن فدل نتخمم من سن ويكين فرار اسن يفدل لوروبا كيد الامريكان راه يفدل نتخمم ويكي طفنا سميث الامور العسكر ديال تمورتنا ثورا ام كي كيني طرقوها فاذا اثلحوا فاهمة ثورا ام كي امنا امنا اسرسيد امسنون سرسيد ديال تمورت مننا تقمنو كارطاف لاب ولا انتاري تمورت ولكن ثورا لي زانتيري الحون حاشا الكرب برفع الكرب برفع يا دي بوليتيسيان يا دي ميليتير طفل لي زانتيري تمورث في قرن الشعب في قرن سميث يكافرنا كيك فغانا الخير تنوض ولكن لي شونجمون كيري ضرون دي فرا اداو لي شونجمون يقول امك باسكو هنا ثورا حوايج نطرطق حوايج نطرطق اي فوغ روطريتي ولي يكفا نوروطريتي حوايج باسكو الا وجديد نسي ساعة طاسن العلم مكي ديناني يعني انت غير اللي ندخل تمورت لا سيكوريتي ندخل تمورت سما هناك وعرض الحوايج كيستان سبيسياليست ومن طون ساعة زرنا شو ضرون دونك حوايج انت ما دوغال لي زانتيري قال فاهمة صح دي بوفوار دون زان بوفوار دي بوفوار دي ميكرو بوفوار دون زان ماكرو بوفوار لعبات انا حشر داخل على حساب المصالح صحيت محمد دوغال غرغورك نسعى انفكي ويسين محمد ام قران الخضار الاستاذ ام قران الخضار ذم سلاذ الجيل الجديد سيل زاير السلام عليكم ازول في الله ازول في الله وعليكم السلام هذا لو كاين تسليل انه نقول شيء يعطيكم الصحه ما كما ساكين ما طفنوني ولكن انسقى باش في السيجي بوست اكثر ديال البوست هادي صحيت السي قران ثم زواروث يعني كان اكيد سقسي لا نوميناسيون ايكين بشير طرطاق يعني على بريزيدونس كوم كونسيي اين يعني لا سيكوريتي ذمك يعني القرايه ينك ديال الخضراكي ازول في اللون ازول في مثل خيرك يولي تبع عندنا مطاف نون مطاف مغربيه في السنات ازول يقمثنا محمد جودي سمسيت ضريضة كوني ما على في ليض بزاف هو من دا كيم سالين سالسيت الحوتة كنقارن كل شيء لحوق الطلام أجدود داري جنت سجنت كيم سالين أجيج الطلام نكوني كنقارن سيق باش نسالسيت نغ إما غناس نسالسيت كنقارن تحليلنا يعني سوار كيف كان فاتيني لان كان قارن سي دي رومور سو رابط دو رومور سو راه مالا نولي اين كوكي دبران الموا دو تلات ساعة مالا طوالي تلوين تمور شحال كاين يخدم يعني القرار تيكبوين ويلي كسن كسوا الجهة عند اللان كسوا ويلي كس يبدا تسيد يعني سي مدبر يعني مقارنة العسكر لي جينيرو ديسيدور جالسا كنقارن محمد دواتي كي تي كونسيي لو سيرفو كنقارن لا بريزيدونس من سيرفويت نتموت حتى السنة كيدا عندي في عدان يبدا ما طوالي من الجورنال اوفيسيال فيان كونفيرمي نيميرو 50 كيدي فرنسا الخميسة كي عدان اطاس تمثالين يعني اطاس اللعيبه هذيك تواكسين كيس يكتوشينا باس يعني لي سيرفيس نا لي مينيستير يكس مام دو زومباسادور لو كان لا يتمرت عندها يتلاتو كدو تنتي لا ديموكراسي زمان بنيني باللي تمثالين نورمال كنقارن الامور كلان كنقارن لي بوفوار نقارن تموت بصح ما طوالي راه مشيت يتلحو تموت لنا زمان بنيني باللي تمساتاكي غورنا سي اون كيستيون تري تري سونسيبل سيرتو فين يعني لا سيكيورتي ناسيونال الامن القومي كنقارن تمسات الامان نتموت مالا طواليغ باللي يقدرش نسيتي كل ساعين لا فريمون دي دوني ريال هذا نهضر كان في لا نوميناسيون جينيرال بشير طرطاق الظاهر باللي واجي زيك الا سيتي النيميرو دو دي ار اس
نظرة باللي انا اسبوع تايا يتوكس اسمي ايف دان كان قارن في الدال عرس كريستيراسيون دي الدارس اسمي ايتي دي ايف دان سعداني وقارون وكذا لا فعلا اسمي ايف دان لي زاتاك ني كونتر لانستيتيسيون دي الدارس اسمي كين ايتي دي مثالين اجي يتوكس alors que il doit s'en belli ma kan qarn mazal il peut donner encore pour le pays voir kana kit tsqsiq asim quran smhi li fa wala kit yid nid thwalad yani mqbel thafran thni atas li zata kathan thni tit gawa li surtout si le jihan نقرون لفلان ما السعداني إلي كث مليح ذي الدارس خاصة ذي توفيق الطس يعني وقذي دينان ذي الوقت النيب اللي وزميرا لن تدينا ولا قيل وكان يعني ماشي ذي العيبة ذي قلان جهدن ذي فيريس والناند باللي وقذي قلان ذي فيريس لان ذي لابريزيدونس يعني ذي رئاسة الجمهورية أمك يعني دي أمك نزميرا دينيني بين عشيتين وضحاها هاي في الدلة تخمى من سن وغالب فريض فريض عمي فشو يتقرا مثلا الحوق الطلام ازهو الزير يتصور كيف الطلام قسمين الطفل اي الطفل الحكومي بين ستين الوساقي كلش يتصور هذا ما كنقارن دون فود دون لاريير كنقارن دون لاريير بوتيك دو بريزيدونس اين كوك ابن الصح مي كل يوم سي دي سيبيتاسيون كل واحد اش كيقرا لا هو اللي كيقرا باسكو الكازاكي لا حبيب الشيف دي كور يعني دي فور زارمي مقيد صالح دونك فري فيكي كنقرا لي زونجو اون شونجي يا ان اون بوتيتر اسبوع تايا لان تمثالين يقعنان ثاموث الساكي بوندي وين ظلم باللي بارتاك هذيك وسن كوم ان بيري دور يون وين يستعرف كيف كنقارن في القوة هالتورا إمي تمثالين يقعنا نتموث الناس سيرتو بوغ تمثال لما أنا كنقارن لي كيستيون سيكوريتي ناسيونال زعما في تمثال في حرب الرباب دونك لا ليت كونتر التيروريزم أركازا كي إزمرا هادي وين الحاجة الهاني في مود نكوني نشتاقي لكلي كي كان نبغى القرايه نغفل من زوز زعما كان تاسف كان باللي اين قرون تمرض مادام الساعه الا الفراغ مادام الساعه فان باللي استقامت تموت الساعه الشرعيه اش تاقي لكل كين يتجا هو كني كين لي كلان اللي ناكل البوفوار كل واحد ايام كاري على فام كنيسه كاري سيرت كنقارن ويدينس باش كني كاين بو بريباري على ايفونتيوال سكسيسيون باسكو فرقه نظر باللي ما واقينا حتى تورا مشكل جلان بزاف هو على خاطر مازال دو فينا راه وين راهي وين رن كمكان وسلوان تورا خاطر نيمبورت كيل مومون زعما هذه هي انفيد الى بريزيدونس تنشتاكي ام ام نو نجي الكل شيء سمعت انت باللي ازافو مثلا الحير مثلا تمثالين هذوك كاع لي شونجمون كل وان ام سي تي ام سي تي اف تي غرا بصح لكن قرايه لا بلي لوجيك فين يدي بعنان باللي اسا إليا كنقارن كرا يقداشني قلان يعني سلوات تموت عندها كنقارن في الزلم أم كرا أم كرا أم كادا فن إسوين إيو عواقع جنسنا عواقع سن أم بوا أمش أم بوا رسوج بن إيو كنيكي أذكا أذي رمبلاسين أدياس دفير مبوت فليقا تاقي سمساتي قاني الكل ما هو اللي كان الساقين مبكا كنقارن المعلومة ما تعرض أجرنا الفجر الساقين أتصوالي ضيون سهضران سلانو نيما المكون وين غنا سنم كي يخدمن هضرن باللي الا يون ونغلات امينستر لاراندي يقرب لنا فاس الوقت نتموت عندها ايدينا باللي والسنه هذه الدنيا مو دكتور يبغى يبغى دي شونجمون احسن هذه افضل لا شفتو بلاكين انا سي بور فار ديفيرسيون باش كني كسر الغاشيت احنا وين الوغريز نظام نقارن باللي اثن ديكوباج ني ادمينستراتيف تيريتوريال نتموت اثن هذه لي مو دكتور لانك لي ولايه اخي قار اسيدي يتبع
توك سان هذاك سين لا ديسوليسيون لا بي ان ياك لي زاسومبلي اللي تسمعوا اشوا في الكل كاين اشتاقين على خاطر زران باللي مسينا الشرعيه بغينا السون هكذا الجزائري افتمس افتم سنيت يعني دونك هذا القرن افريز هذا القرن خلال لي زانفورماسيون كان تسمع امس مسالينا كي هو كنا نتسو باللي امنو وقارن تموت ذا من نوع كان قارن إجمع قارن هو كنيكي دفن ويدا وين راي خلفنا كان خلاصة من لا سكسيسيون بوت فليقة سيجي تم ستم غار يعني ما هو لما يعني ان ديريكت مون وقيت وصل وقيت دينا انا جو سي با ان انكوني الى سان بيبر كو لكس مينيستر هذيك مينيستر بوشوارب كي ان بروش لا بريزيدون سي توصل باللي هذا تم ستم تاكي او ميم با كيقار باللي تم سلسلة من دوس زي نص سلالة تاكي يبغى ديني يبغى ديني باللي من دوس زي عم تيكي يعني يفان لو ديرني كونسي دي مينيست باللي اسمي غسل وين تموت كان قارن دي مسلالة اول تمثال تاكي الور كي ساعدا شهور نوثني بوند الوقت ولا كا كان يكتب عن فاس قاموس ويحيى ولا كا كان يكي قدان شطيط دو بوجيادن كان قارن دوفر نص ويحيى الساقيه سوا كي الخان ما كان يخدم من بيدا مزوالو صراك سقاموس بن صالح وقيل سقاموس ويحيى دي عمتيكا تان اين كو كي خدم من اساس الدولة تيروار ودي بوضارة وانيس انشتاقي سنعاتد باللي اسا سقاموس علينا تموت دو نيفو او بلي او نيفو دي سومي دي لطا إليا كان قارن دي لوت بور لا سكسيسيون دو بوتليقة لنشتاقي كان انزمالا دينا نشتاقي خطرة تفوجه كنا نقرد ديس قردش كان سي با سيور دي دوني ولكن سيم قران مي بوكو بلي سيور دي سيبيتاسيون دي زين دي زوطر سيم قران يكشم ديك إذا نغمو حسن الحسنة كيلال يعني ناخد باللي يزمر الحل ذا شوالا قاي ضرون يعني ذي الحدود تمورث الناغة أم ثمنات الليبيان أو ثمنات المالي إدي بوين باش يدران طرطاق وبي زمر الحل ومدينا بصح شو مدينا وكي أما كان يتوسن وين سعانا كان قارنا طاس تجربة وحرب من الربرابي كسعان بولا سيكيتي يعني ناسيونالي انتيريور سي نورمال الساقيا كان قارن لونجي يتوبدل مين ومدينا غير الحدود بنا غاتان إلا شوال طاس طماطين ما يتونس ما يليبي سيرتو ليبيا المالي اللي فيزيتني بوسانا قاعد ما طوالي لو جينيرال بيفيليي الشيف دي يعني دي فورز ارمي فرونسيز دي روحان يضل لي اي قرر شن نسد الشيف دي طماجور نتمور كنا قايد صلاح اي قراحني قولان دي انتيك انا غلاف نتمورا يعني لي زافير مغربين مساحل اي قراحن دي انتيك المناطق بيسكرا لي باراد نون زرارا بغانا نخم لا بريسيون في الحكومة الجزائرية هو كيما كاين كاين يعني تيوغا لا جدر مي كنقارن يتمور ليبيا كاين دون زين اوبيراسيون ميليتير ليبيا سي فري سي مسالينا كي يكتجان يون مطرطاق يفوت باش الجنرال باش يطرطاق يزمرا ديالو اطاس يتموت يتمسل تاكي ترى اون اي با اون زميرا ترى راينا سي سيرتيتين سي سيرتيت نزرا لا فينا نكوني مادام زابو يا كي يزار الشرعيه انا كنت خدام يزار الشرعيه بصح سي فري ما تي تمسى في كعنان لامان تموت نكوني ذاكي كنقارن اون لعبه لا اون توس داريير نوتر ارمي اون توس داريير نوتر ايطا خاطر تموتنا غير كل شيء اون قرا هذه لي شوالي ديك نغا غادي يشمو بعض وعزا ونغا نخسر تمثالينا كا زين كان تلاق ازف النار مادام خاطر نزرا ثاني يضعف مادام نزرا باللي تمثال تاكي ايمن نوغ ناكي كلان داخلو قاموس تموت النار زمرن هذا الجن هو كنيكي تيموراكي ايغال ناكي برا فرنسا امريكان ام من اوروبا الخدمة لكن الضغط انا في وزابونا هو كنيكي قبل فلان تمثالين واكدو ذا ديري زمرات يقبل يعني نملوك هذا يقبل باغ اكزومبل كان قام فرنسا في الزوغر هو كنيكي ندوي تمثال تاكي ليبيا اكدو ذا ديري تقبل لا و en même temps c'est un danger même pour le régime lui-même le régime a dit خطر
تمثال تاكي هاك نقارن سي لا ليني روج انا با ديباسي نكون نزاير نتوسن سي هاك نقارن سي تين دوكترين شي لي زالجيريان كالاستقلال وساكي من التشمالا صحيت اعلان تيمورا لحدودنا صحيت سي مقران الخضره كي تشكرا غا طاس طاس ذمس لاد نجي الجديد سي الجزائر اكيد شكرا ميدك شماضي كي ناث في كيظن ثمو غلينيك ايثماتي سماثين وقذ اغدي تولين نروح الفاصل قصير افدي مشطوح ادنو غلا الغلون
ماثي سماثين وقد عندي تولين مرحبا سي سوان ثكلت النظام السجاد نهضر اين يعني لا نوميناسيون ان بشير طرطاق وقي يعني لا ايتي نومي سعقننت ذي الرئاسة الجمهورية كوم كونسيي دي لا سيكوريتي يوكاين لعنا الشغال لمن ذي ثمورتنا الطاس وفهمنا راه اي غار اداران مس طرطاقاكي جينيرال طرطاق الرئاسة انت يسوفغن على روتريت الا كان ذا الشهور ان ندى طاس باللي يقرب مليح الجنرال توفيق ونزرى ذا غن ينغمس تمورتنا على جورنو ذي شهور نيقع الدان هدرن ذا الطاسة في الخلافي قلان غير رئاسة ذا الدي ار اس وقاذي تبع عن ثسر سيد دي ثمورت الناغ ناغ الأمور اللمان وفهمنا را يعني لا نوميناسيون يجي نكوني نسعى يمثنا منتصر أفكرون ذا نغماس سيل زاير السلام عليكم أزول فلاك أمس أفكرون وعليكم السلام ورحمة الله منتصر يعني أمي كاث تواليض ذي لا نوميناسيون ياكي ذا شو القرايات زمر ذا غدفكض انت يعني البشير طرطاق الجنرال بشير طرطاق يقول لنا يعني سوفغ انت لا روتريت ومن بعد رانتيد الخدمه لور كو اطاس يعني لي جينيرو ويسولين وسنفك انا راه يعني البوستيكي دو كونسيي لا بريزيدونس ديجا زعما باللي الا يتفيت المخ تواتي نعم Soit-il un étoile comme étant bon, le mot c'est peut-être un peu exagéré, c'est les nominations de la presse. Oui, ça a des diplômes de mot, il n'a pas fait des guerres de mot. Bon, mais on a de mot, il a de mot envers. Peut-être ce qu'on appelle l'éradication du terrorisme. Oui. Soit général Bachir Tartagagi, son nom. Les trucs à les droits de l'homme, c'est vrai qu'il est dans l'antiterrorisme, il est directeur du département de sécurité intérieure du DRS, et il a été mis à la retraite à la demande du général Mohamed Medine, dit Toufiq. Selon les observateurs, c'est le prochain, ça va être peut-être Toufiq. أمك خاطر أكيد أننا مدن غير دي ار اس ياك تنيد لي ولي بلي الحرب غير دي ار اس لا بريزيدونس كيني شوي با تنمون داكور دو شيماتيزي هكا باسكو هي اون سول شوز مثلا نظامي لندك لا بريزيدونس كان ماشي دي ار اس جوستومون كان ماشي جينيرال توفيق محمد صابر محمد بالدين شامي ايلي شي اللي قلق هذيك الصوره Légalement, on n'a même pas besoin de forcing. Il s'agissait d'appliquer la loi. Il y a la marmite depuis que le DRS, c'est. Mais si le DRS, les éléments NINS, disons, les enquêteurs, ça, avançant dans le fameux dossier de corruption, ce qui a abouti à son attaque 1, son attaque 2, bizarrement, c'est la présidence. On procède justement à dénomination quatre départements importants. Parmi ces départements, Gillinton, il a de la sécurité intérieure, il a de l'enquête et corruption et deux autres. C'est très important. Yannis Zagui, c'est facile. Le président, le problème il restreint à cette question, on n'a pas vu plus spectaculaire que Blachadem. C'est une deux lignes des étoiles officiellement. Et puis, si le président Bouteflika est président, c'est grâce à tous les gens. Ils ne doivent pas être sous le débat qui arrive sur le web. Il ne faut pas oublier, mais si qu'il y a des choses, il y a des articles 88, il y a des choses comme ça. Les élections présidentielles, on a bourré les urnes. On a mis 10 millions de bulletins dans les urnes. Ce n'est pas qu'un scandale. Sur le SF, peut-être les Algériens, qui la chose politique qui ne nous paraît pas ni blish. Ils s'en foutent, les Algériens. C'est pas une gueule, ils lâchent. كان يزور زياد دفاعا في الصوات كانوا يتسيدا لا سورة لا كونجونكتور الي دونجوروز
منتصر منتصر فكرون سيكوريتي دو ليتان نجمع سلون خبر نعم فالوزير يعني فرنسا توساد باش غتاوي لاكير ليبيا ونكري باش نروح الحكايه يعني لا بريس الجنرال الشيف ديتا ماجور الفرنسي يوساد يروح يتولي لي باراشيت لي باراشيت نغمات عن لي مولي صحاح ني غليبي فهمني فميطون ils ont un plan et ce qui est malheureux c'est que France dans cette affaire sous-traite France elle joue le chien des Américains mais qui dans tout ça qu'est-ce qu'on va jouer on va jouer le chien de la France donc on va jouer le chien du chien quand au moins mais il est le rôle mais le chien du maître ou comme l'air parce qu'on a une histoire on a un salaké d'inazmi tout là les choses se précipitent Gervin les changements la présidence c'est devenu une usine nous allons travailler le corps diplomatique et les canaux qu'il a une dizaine c'est la justice mais c'est pas des changements objectifs yani qui n'est pas là qu'ils sont renforcés l'un des clans sur son ergazinsen parce que chapeautent tous les ministères ni de l'intérieur la justice pour quel schéma on sera ce qui se dit je crois qu'il est proche que il y a une grande alliance à la France nous déjà on a ici ni Mzouara ni le 14 juillet c'est une honte que notre l'ALN Salil Jish Tahrir le Watani il hadar le 14 juillet une puissance coloniale et qui continue à tuer en Afrique et cela, elle veut venir encore tuer en Libye. Mohamed, elle est en train de faire l'effort parce que tu as un mec qui dit que tu es voilà, pourtant, il texte jamais de la vie, même les accords d'Évian ou la coopération militaire. La coopération militaire française, elle est dans l'ONU, elle est avec nos ennemis. Qu'est-ce qui est en train de se passer aux, oui, qui est en train de diriger le pays réellement aux Arabes, une personne très saine ce nombre de décrets, ce nombre de désignations avec toutes les études que ça demande ça m'étonne donc les choses se préparent bon, les schémas لأن وينك القرن باللي أفن ثورم بعدكي بس ما إذا غني بدني برسون إني مم تكنيك إني ميليتير لي ريجيون لا دبلوماسي لا جوستيس لانتيرير أتفن كلش من بعد ما يش عارف أم كخد من بلك كخد من أم كود تعديل دستوري ننزج دور وما موين موين 2008 إيه كان تروزيام مونداي بتفرق بس أخد سرسن جو سي باس لاني ريون نظام كوم فيس بريزيدون le marché où il y a 11 lara avec même les négociations américaines de Stour et tout là le grand divinir maître Zahouan c'est un ancien officier de la wilaya 3 c'est un patriote qui j'écoute il a toujours été courageux et il n'aide mais là c'est un mémorandum qui n'ont pas publié من إني نغس بهدود صغيرة في الدستور في بانك في الدستور aujourd'hui il s'agit de sécuriser les institutions de l'État ça veut dire que l'État-nation est en danger l'État-nation est carrément en danger tu vois même le Moharad Amas le discours l'armée tu vois il n'est pas ni l'armée neuve c'est un pas de l'armée mais qui n'est voilà le danger tu vois l'opacité qui est la présidence mais qui n'est au gazet si du alagi nandouya vannan des DRS présidence nikini au cadre si hukm el tawaris agi al boutef de l'autre côté je ne dis pas l'armée mais je dis le troisième âge de l'armée yak il faut être 75 ans dans une population algérienne qui est 40 millions c'est une mustine l'un de génération igloulen la génération ni dans la troisième traversée la guerre de libération, elle a été diffamée aux deux tiers. Mais il faut laisser des jeunes. D'abord, je ne parle pas d'un plan politique ni idéologique. D'abord, les jeunes,
كتب لي ربي بلي ساعه 11 اللي غير شي مي طرطاق شي مي دمدين شي مي دكاي الفرح شي مي سي كوا سي بارمي فوالا لي كيستيون كو جو مو بوز افيك ان انفيرونمون لي ربي يصبر افيك ليبيا سوجد الناس افيك العراق لي زاميريكا سون ديسوندي يا ريان كي سي في اكل لي ديونين وين الناس من هولندا ماشي كان يديو سا بورتو الي الي اون تري با اين في دون لي سونداج بيزان باش الى باش الى خدمت يفهم يطون كسا سوا دون نوتر انتيري باسكو لالجيري تاع المبادئ الشهداء ديت مي سرفد فيزيك نوتامون في كيستيون ياكي عدم التدخل العسكري مي قال المفاوض الجزائري لا ضعيف في لي زاكور دي فيون يسن جان جاي في النغيين غادي باز ني لا جان دي باز داك فرنسا سير دو ريغان سير دو دوران سير دو عنابا مي يا في دي كونديسيون que ces bases ne soient pas utilisées mais pour le maintien de l'ordre ni en Algérie ni dans un autre pays où se démarrer dans notre honneur. Voilà, Adam Bitnid, Bachar, toute la logistique, c'est qui, mais là, comme c'est facile, non. كباش نزيدو جرحنا وجرحنا راس ما كاين طرا هذا الديفيلي دو مود جينيفيه فيني فونتيني في الجزائر الفرنسيه و تغري طارا يعني شي با داكور اذا سمي سي اون فو اكسبتي لا فيريتي هاي نتو غير طول انكيني اقلا اون بوين اون بلا صح حتى منتصر افكرون يعطيك الصحه ميدكش مليكي دنا غدا نغمس سي الجهه الجزائر اكيد شكرا غطاس الطاس في مغلينك نروح رين نفجينا ويس ربعه وكيد محمد العربي زيطوت دبلوماسي ذا قديم هذيك شملي كي ناقصي الجهه البريطانيه تسلم في الاساسين السلام عليكم ازو الفلاح محمد العربي زيطوت بونجور بونجور عليكم السلام ورحمه الله جو فو رميرسي داتر parmi nous. Je voudrais juste votre lecture par rapport à la nomination de Bachir Tartag comme conseiller de sécurité à la présidence. Bon, brièvement, on peut dire que c'est un recyclage, hein, parce que les généraux algériens, surtout en ce moment-là, c'est un peu difficile pour eux. La France étant, a choisi ses hommes, et ses hommes sont surtout les Bouteflika et ceux qui les entourent, et à un degré moins peut-être Gaïd Salah et ses assistants des généraux. Donc pour les anciens des DRS, particulièrement les grands chefs des DRS, c'est un temps un peu douloureux, un temps un peu difficile. Et donc il accepte une offre de la part de Bouteflika d'accepter d'être leur conseiller, si vous voulez, ou leur serviteur en ces moments difficiles. Mais Mohamed Larbi Zitout, il y a d'autres observateurs aussi de la scène politique, surtout de ce qui concerne la sécurité au niveau de Nord-Afrique. Ils disent que la nomination de Tartag, c'est par rapport à ce qui se passe au niveau des frontières de l'Algérie concernant la Libye, la Tunisie ou le Sahel par rapport au Mali. Est-ce que vous pensez que cette nomination est due aux challenges des années à venir par rapport au terrorisme? Ben, c'est très beau de le dire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas parce qu'ils ont dit la même chose en décembre 2011 quand ils l'ont appelé après une dizaine d'années de retraite forcée. Donc, on a dit à l'époque qu'en faisant appel à Tartag, le tristement célèbre pour être un tortionnaire à l'échelle industrielle. Donc ce tristement célèbre, ils l'ont appelé en décembre 2011 pour dire pour faire face aux révoltes ou au printemps arabe. Mais un peu moins de deux ans après, ils l'ont limogé d'une façon un peu même humiliante le septembre 2013 après une dispute très féroce du pouvoir entre le clan DRS et le clan Bouteflika qui a fini avec l'assistance, avec le soutien absolu de la France qui a fini par être gagné par les frères Bouteflika. Non, je ne partage pas ceci du tout. Ça aurait été un peu bien si c'était un stratège ou c'est un petit tortionnaire qui utilisait la chignole et des moyens
extrêmement plutôt pour exterminer ses ennemis et parfois même pour faire disparaître des civils. Hein. Mmh. Ben, c'est vrai que il a été connu par rapport aux années noires qu'a connu l'Algérie. Maintenant, la question qu'on se pose, il y a eu beaucoup de divisions ou de entre le DRS et la présidence. Vous l'avez affirmé. Mais pourquoi Tartak, lui qui était le numéro 2 de la DRS et qui beaucoup ont dit qu'il était rapproché de Toufir, pourquoi il est parti la présidence? Est-ce qu'il a été récupéré par le clan de Bouteflika? Il a été récupéré parce qu'il y a une lutte acharnée pour l'après-Bouteflika. Maintenant, tout le monde prépare l'après-Bouteflika. Saïd se voyant présidentiable, pourquoi pas, et d'autres. Et pour Saïd, c'est pas lui, ça sera au moins quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui peut le gérer et le manier à de près ou à distance. Et donc Saïd, l'homme le plus fort aujourd'hui avec Gaïd Salah. Donc Gaïd Salah c'est le plan militaire et Saïd c'est le plan civil, parce que c'est de Saïd qu'il s'agit, qui est le président de fait, sachant que Bouteflika Abdelaziz est paralysé physiquement et mentalement à handicapé et il ne peut rien pour le moment. Donc c'est Saïd qui est en train de faire ou de refaire l'échiquier politique plus ou moins du clan qui gouverne. Mm-hmm. Et pour lui, mieux vaut-il récupérer son ennemi, qui était d'ailleurs un ennemi très féroce, qui est Tartag et d'autres, peut-être je vais les citer par la suite, mieux vaut-il les recycler et les faire travailler pour lui que les garder de loin ou de les regarder de loin et peut-être qu'ils vont comploter contre lui. Mm-hmm. Donc ils ont récupéré Ouyahia. Vous m'entendez? Je vous entends. Ils ont récupéré Ouyahia. Ouyahia aussi qui, par principe, normalement, c'est un anti-Bouteflika qui travaille tout le temps pour le DRS et pour Toufik et pour les gradés de l'armée. Mais il a accepté un poste de ministre et de chef de cabinet du président. Et donc, ils ont pu, de cette façon, un peu d'atomiser ou de fragmenter le clan civil anti-Bouteflika. Et c'est pour le clan militaire. Il fallait récupérer deux ou trois autres, parmi eux, aujourd'hui Tartak, peut-être même demain Jabbar Mahna ou même le général Hassan Abdelkader Tourabi, donc pour gérer l'après-Bouteflika avant tout. Maintenant, c'est certain qu'il y a l'équation libyen, il y a l'équation tunisien aussi, il y a ce qu'on appelle le terrorisme. Ça, c'est secondaire. On peut toujours faire appel à ces moyens brutaux pour massacrer ses ennemis. D'après ce que vous avez dit, c'est que c'est plus pour gérer l'après Bouteflika que les challenges qu'il y a dans les frontières de l'Algérie. Moi, je voulais juste revenir sur la visite de l'état-major français Pierre de Villiers, qui est actuellement en Algérie et qui a visité aussi la caserne de Biskra. On sait que beaucoup de parachutistes ils sortent de l'école de Biskra. C'est quoi votre lecture dans cette visite? Oui, malgré que je vous entends très très mal, parce qu'il y a beaucoup de vacarme autour de vous. Uh-huh. La visite des militaires français, soit des ministres de la Défense, soit de chefs d'état-major, vient dans un cadre bien précis. C'est encore une fois d'utiliser l'Algérie, les moyens algériens et peut-être même l'armée algérienne dans des combats ou dans des guerres de l'Occident et de la France en particulier. Ils ont utilisé les moyens algériens, le ciel algérien, les militaires algériens, guerre contre le Mali, qui ont dit que c'était une guerre contre le terrorisme. Maintenant, la France veut aussi une guerre contre les révolutionnaires libyens qui les désignent comme des terroristes. Et ils veulent, et la France dans ce cas-là veut que l'Algérie s'implique un peu plus et que peut-être joue un rôle un peu plus avancé que ce qu'il a fait au Mali, c'est-à-dire non seulement ouvrir le ciel algérien et aider logistiquement
et sur le plan sécuritaire les militaires français, mais peut-être aussi impliquer l'armée algérienne dans des combats contre les Libyens. C'est-à-dire, en un mot, ils veulent utiliser l'armée algérienne comme un bâton pour éduquer ou pacifier les hors-la-loi, comme ils ont toujours fait. D'ailleurs, c'est une tradition bien française depuis des siècles. Est-ce que vous pensez que l'Algérie sera impliquée dans cette, dans tel scénario? Ben, officiellement, quand on... pour le moment, ils disent non. Ils disent qu'on ne veut pas une intervention étrangère en Libye, on n'est pas d'accord, on est contre. Ben, malheureusement, ils ont dit la même chose deux ans auparavant, quand il s'agissait d'Imalé. Ils disaient, ils martelaient chaque jour qu'ils sont contre toute intervention étrangère. Il faut juste aller revoir la presse de 2012-2013, début 2013, pour voir que l'Algérie était officiellement opposée à toute intervention étrangère. Mais en fin de compte, il n'a pas seulement autorisé les avions et les bombardiers français de survoler le ciel algérien, mais il a aussi participé à la guerre. Effort de guerre des Français. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, La Mamra, il l'a bien dit à France 24, ça fait quelques mois, et où il a dit, on a tout fait, on a tout, et on a aidé la France par tous les moyens, on n'a seulement pas envoyé des militaires en uniforme, et peut-être cette fois-ci, ce que veut la France, c'est spécialement et surtout d'en avoir des militaires en uniforme aussi pour faire la guerre de la France. C'est, la France a cette culture de constituer des zouaves, de constituer des harkis pour combattre à sa place et pour faire la gloire de la France, si vous voulez. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a changé de principe, elle qui ne veut pas s'ingérer dans les affaires d'autres pays, ou surtout les pays voisins, en étant impliqué, comme vous l'avez dit, dans le Mali, en ouvrant l'espace aérien algérien? Est-ce que ce principe-là ne fonctionne plus, ou l'Algérie voit que être partenaire avec la France est plus important que garder ces principes-là? Mais être partenaire pour faire quoi? La France a une hégémonie mondiale. La France se voit toujours l'empire français qui a gouverné la moitié de ce monde. La France a la francophonie, a les sociétés, a l'économie, a tout ça, qui fait que la France fait promouvoir, il fait avancer, il fait gagner des terrains. Mais la France, pour faire quoi? Un supplétif. L'Algérie, pour faire quoi? Pour être un supplétif, pour être un petit harki, pour être un bâton dans la main de la France pour éduquer d'autres hors-la-loi, comme on a été. Ça fait une cinquantaine d'années où les Algériens étaient considérés comme des hors-la-loi, comme des fellegas, comme des terroristes, et que la France a ramené des Sénégalais, des Marocains et même des Asiatiques pour combattre la révolution et les révolutionnaires algériens. Malheureusement, on n'a rien à voir avec la France. On n'a rien à voir, vraiment rien à voir. On a une histoire sanguinaire, commune, qu'on doit toujours voir en face. Et à partir de cette histoire, décider nos relations avec la France. La France doit seulement, ce qu'on demande à la France, de respecter une Algérie indépendante et de ne plus s'immiscer dans nos affaires intérieures et de ne pas aider ce clan ou ceci ou cela dans l'éclat qui s'acharne et qui se dispute le pouvoir en Algérie. On veut une Algérie indépendante. Ce qu'ils ont voulu, les Moudjahidines, ça fait 60 ans, et ce que veulent la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des Algériens. Être un supplétif, être un assistant de l'armée française, ça déshonore l'Algérie, et ce n'est pas la révolution algérienne ou les Algériens qui veulent cela, mais peut-être ceux qui ont le pouvoir, parce qu'ils veulent toujours rester au pouvoir. Et pour le moment, la source du pouvoir, c'est la France et non pas le peuple algérien. Si Mohamed Larbizitout, on a juste une minute, je voulais que vous terminiez. Est-ce que l'Algérie est en danger? Par exemple, quand elle avait ouvert son espace aérien, ou en acceptant d'être plus impliqué dans ce qui se passe en Libye? Tout Algérien peut vous dire que maintenant, il y a des dizaines de milliers d'Africains sur le sol algérien.
La plupart de ces Africains, c'est des Maliens qui ont fui la guerre. Il y en a d'autres, bien sûr, mais en majorité, c'est des Maliens qui ont fui la guerre. Et cette guerre, malheureusement, l'Algérie a contribué à cette guerre, a contribué à ramener la France, à faire une guerre, a contribué à ramener la France encore une fois à l'Afrique, alors que la révolution algérienne, c'était elle qui a chassé la France de l'Afrique et c'était elle qui a contribué à l'indépendance des Africains. Maintenant, c'est l'Algérie, malheureusement, c'est le régime algérien, c'est Gaïd Salah et les Bouteflika qui font ramener ou qui aident la France à se déployer et se redéployer en Afrique. Donc, si vous voyez juste nos rues, et nos ruelles et nos boulevards, vous voyez des dizaines de milliers d'Africains qui ont fui, des Maliens notamment, qui ont fui la guerre. Ça, c'est une conséquence de la guerre de la France contre le Mali, qui est l'Algérie qui est en train de payer un prix énorme. Ça, c'est simplement, si vous voulez, un exemple, et il y en a plein d'exemples. Il y a eu la destruction de sociétés entières, de tribus entières, de familles entières, du nord du Mali et du sud de l'Algérie. Si vous allez à Tamarrasse, vous allez voir que ce n'est plus une ville où les gens peuvent vivre tranquillement, mais où l'insécurité est presque absolue. Aller faire la guerre aux Libyens, pourquoi? Mais ce sont nos frères, ce sont nos voisins, c'est la Libye et les Libyens qui ont aidé la révolution algérienne, sont contrepartie. Aller faire la guerre aux Libyens pour faire promouvoir les intérêts de la France pour le colonialisme français, ça est encore une fois une erreur monumentale qui sera commise par ce pouvoir illégitime, par ce pouvoir impopulaire, mais qui s'impose chaque fois de plus contre la volonté des Algériens et contre même la volonté de l'Algérie. L'Algérie est en danger, elle est effectivement en danger, il y en a plusieurs indices qui l'indiquent, mais malheureusement, peut-être, on ne les voit pas toujours clairement. Mohamed El-Arbi Zetout, ancien diplomate de la Bretagne, je vous remercie beaucoup de votre intervention. تديانت او ندينير يعطيكم الصحه ميثقم ميكيدنا في كم ثم الزوف وان شاء الله هارثي ملي النظام والسلام عليكم ورحمه الله ثاني ميرثنون